هذا سائل يقول: لدي مبلغ من المال أودعته في شركة لاستثماره وكان لمدة سنتين، هل أزكي هذا المبلغ في الوقت الذي أخرج فيه الزكاة أم أنتظر حتى نهاية المدة؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. كل ما يتم عليه سنة تزكيه مع أرباحه، إذا كان له أرباح تزكي رأس المال وتزكي الربح معه كل ما يدور عليه سنة. إذا كان هذا المال في شركة بيع وشراء ومضاربة، أما إذا كان هذا الاشتراك في مشاريع بناء أو مشاريع مصانع أو مشاريع أمور ثابتة تغل ريعا عليك، فإنك تزكي الريع والغلة التي تأتي إليك. نعم. ويقول: كما أن هذه الشركة تعطي أرباحا يتوقع أن تكون تقريبا 7%، ممكن أو تنقص عن ذلك، فما حكم ذلك؟ تزكي ما تحصل عليه كثيرا أو قليلا. إن كانت شركة مضاربة أن تزكيه هو ورأس المال، إن كانت شركة أملاك وعقارات وأشياء ثابتة تزكي الذي تحصل عليه إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب تزكيه، أو إذا كان لا يبلغ النصاب لكن عندك أموال أخرى تضمه إليها تزكيه معها. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من زيارة الجيران؟ إذا خفت عليها أو كانت زيارتها للجيران تؤثر عليها امنعها، أما إذا كانت زيارتها للجيران لا تؤثر عليها فلا بأس بذلك. نعم.